ادخل. نعم، شو بد عمر؟ أنا أجيت مشان أخطفك. إذا هيك أنا جاهزة لتخطفني. امبارح كانت أعصابي كتير تعبانة عمر، بعرف منيح إنه الموضوع صغير وما له مستاهل نحكي فيه كمان. أي طبعا. شي أسبوعين مسافرة عميلانو، عندي شغل وبغير جو كمان. شو رأيك تفضي حالك وتسافر معي؟ ما فيني توليب. الظاهر انك مالك متحمس، جاوبتني بلا ما تفكر. مو هيك القصة، بس عندي أكتر من عملية وفي شغل متراكم علي بالمستشفى. لوين حنروح؟ في مطعم فرنسي بعرفه حلو كتير، الجو رايق هنيك كتير وبالعادة ما بينعجب. أكيد رح يكون فاضي، دايما مجبورين انه نضل عم ندور ونفتش على مطارح لنتخبى فيها انا وياك، ما هيك؟ نحن على طول متفقين نحافظ على موضوع السرية على قد ما منقدر. بس بظن انه الاتفاق على هذا الموضوع ما كان من طرف واحد توليب، انت كمان معروفة. اوه، صورة جراح مشهور ومعه مصممة ازياء معروفة اكيد رح تنزع سمعته. صدقيني هالموضوع ما له علاقة بالسمع، أنا بس بدي نحافظ على حريتنا. أنت ما بدك نصير قصة على كل لسان، مزبوط؟ وأنا ما بدي، بس البعد عن العيون ما له شي سهل علينا اتنيناتنا. مثلا هلا ما فينا نعمل اللي بدنا إياه، ما فينا نروح وين ما بدنا. برأيك هيك منكون آخدين راحتنا عمر؟ كانت سهرة حلوة كتير، شكرا عمر. رح اشتغل شوي وبعدين نام. تصبح على خير. تلاقي الخير. توليب خانم، صباح الخير. قديش الساعة؟ 9:30. إذا بتحبي بجهز لك الحمام وبجي برتب لك الأغراض يلي بالغرفة، وبخبر خالي تخانم تحضر لك الفطور بسرعة. ما بدي. شو عم تعملي؟ حاجة خشخشي زتيهم بالزبالة. بس حلوين كتير. زتيهم زبالة هدول.